دقيقتين وبس. معلومة طبية: عندما يكون اختبار المضاد الـ HCV Antibody Positive ماذا يعني؟ يعني إن الإنسان أو الشخص ده أصيب بفيروس الـ HCV في فترة أو مرحلة معينة من حياته، وتشير النتيجة إلى أن الجسم يحتوي على أجسام مضادة كونها الجسم لمحاربة الفيروس، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان مصاب في الوقت الحالي، فقد يكون قد تم شفاؤه تماما أو تخلص من الفيروس ولكن الأجسام المضادة ستبقى دائمة. في هذه الحالة ماذا ينبغي أن نفعل؟ ينبغي أن نجري اختبار آخر تأكيدي، وهو اختبار الحمض النووي RNA. وجوده يعني وجود الفيروس في الدم. دقيقتين وبس. معلومة طبية.